وللمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي رائد الخضر رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد معنا. إذا أحدث البيانات الصادرة من أوروبا اليوم هي بيانات البطالة والأجور في بريطانيا. هذه البيانات هل ممكن تعطيكم تصور كيف ممكن تكون بيانات التضخم غدا في المملكة المتحدة؟ حقيقة البيانات إيجابية تعتبر التي صدرت اليوم. نحن شفنا تراجع واضح بالنسبة لمعدلات البطالة، وإضافة لذلك لا تزال هناك بعض المخاوف المرتبطة بارتفاع الأجور. الأجور لا تزال مرتفعة نسبيا، وهي مخاوف تضخمية بالنسبة للمملكة المتحدة، ولكن هذا يساعد على اتخاذ قرارات بالنسبة للمملكة المتحدة وبالنسبة للبنك المركزي البريطاني يعني لتخفيف هذا النبرة التشددية أكثر، يعني ممكن نشوف خفض أسعار الفائدة. طبعا أوكي. هذه البيانات محفزة وإيجابية وتسهل أنه نتخلص من الريستريكتيف بوليسي أو السياسة المتشددة، ونتجه أكثر نحو سياسة أكثر مرونة. والدليل في ذلك أنه عندنا قفزة كذلك الأمر في عدد الوظائف الجديدة التي تم إضافتها، وهذا يعني أنه في عندنا بيانات أفضل بالنسبة للتضخم ومستقرة نسبيا بالنسبة للتضخم في المملكة المتحدة. طيب نحن بانتظار بيانات مهمة جدا غدا، بيانات التضخم في الولايات المتحدة، شو توقعاتك رائد؟ حتى الآن التوقعات المنشورة أن يكون في عندنا استقرار عند 3% بالنسبة لقراءة السي بي آي على المستوى السنوي، وهذا بحد ذاته يعتبر إيجابي وجيد أنه نبقى مستقرين عند مستويات 3% دون أن يكون هناك مفاجآت أو ارتفاعات أكبر. هذا سوف يسهل قرار سبتمبر القادم بالنسبة للفيدرالي الأمريكي بأنه يكون في عندنا تقليص ب 25 نقطة أساس، خصوصا بعد النزيف اللي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي وبيانات الوظائف التي كانت نوعا ما مخيبة للأمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فالتفاؤل بأنه التضخم تحت السيطرة يتجه بالاتجاه الهابط. طيب بما أنه عم نحكي عن التضخم في الولايات المتحدة، يجب أن نعرج أيضا على أسعار الفائدة. غالبية المستثمرين يتوقعون بأنه يتم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بخمسين نقطة أساس، هل بتأيد ذلك؟ يعني 50 نقطة أساس تعتبر يعني كبيرة قوية جدا. أوكي. وقوية. لا أعتقد أنه رح يكون نتيجة الضغط السلبي اللي شهدته الأسواق مع بيانات الوظائف. كان في هناك exaggeration أو خلينا نقول تعظيم للأمور والخطوات التي يمكن أن يتخذها الفيدرال الأمريكي. هذه المغالات أو المبالغة لا أعتقد أن الفيدرال الأمريكي سيتجه بهذا الاتجاه. هو أكثر حذرا وأكثر تحفظا في قراراته. 25 نقطة أساس مع إتاحة الفرصة لتقليص آخر ربما في نوفمبر سوف يكون وارد جدا إذا ما جاءت البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد هذا التوجه. طيب أمامنا الآن أسعار الذهب رائد على انخفاض اليوم بعد ارتفاعات إلى مستويات جيدة جدا، هل نستطيع أن نقول بأنها عمليات جني أرباح مؤقتة لحظية أو ممكن يؤدي ذلك إلى المزيد من الانخفاض؟ وارد جدا أنه تكون هي عمليات جني أرباح اللي شفناها، ولكن في عنا مبرر أساسي ليش الذهب عنا عم يرتفع بهذا الشكل. في عنا توترات، في عنا مخاوف، كذلك الأمر المخاوف من أسواق الأسهم الأمريكية لأنه كمان لسه ما انتهى موسم الإيرنينجز، ولا يزال هناك نوع من خيبة الأمل بالنسبة للمستثمرين مع غياب الكاري تريدز والفرص الأخرى. بالتالي هناك تحفظ أكبر من قبل المستثمرين، وهذا التحفظ يترجم من خلال ارتفاعات الذهب. شهدنا ارتفاعات أقوى، ولكن إذا نظرنا إلى تحركات الذهب في الفترة الأخيرة نجدها في يعني نطاق تذبذب واسع نسبيا. فممكن جدا أن نشوفه عند 460-450 ومن ثم يعاود مرة أخرى المناوشة عند مستويات 2500 دولار للأونصة. طيب إذا من انخفاضات الذهب إلى انخفاضات النفط أيضا، البعض يربطها بمخاوف النمو الطلب العالمي على النفط، هل في أسباب أخرى ممكن تضغط؟ حقيقة هذا هو أبرز الأسباب. نحن لما يكون في عندي توقعات بنمو أقل في الطلب، النفط تحت ضغط كبير جدا، لأنه شهدنا من الطرف السبلاي يعني التوجهات محدودة، لا يوجد رغبة بتقليصات إضافية، لا يوجد رغبة بتخفيضات توعية جديدة. وبالتالي مع أفاق نمو في الطلب أقل ربما يضع ذلك النفط تحت مسار هابط، ولكن الارتفاع بنتيجة ضعف في الدولار الأمريكي لا أكثر. إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، يعطيك العافية رائد. شكرا.